لما نظمنا النادي الاهلي نظم البطوله دي احنا كنا واثقين ان النجاح الهائل اللي تم وانت حضرتك شفته، فانا تشجعت ان انا اطلب الكلام ده وما حبيتش ان انا حبيت ان انا اقولها يعني مفاجاه للدكتور عمرو والنادي الاهلي. لازم النادي الاهلي بقى يشتغل على الفكره دي، لانه النهارده كل بطوله هي النهارده بنظام البيدنج زي ما الدكتور عمرو قال انه بتدفع رسوم، لانه ده استثمار رياضي، والمفروض النادي الاهلي يكون بيحسبها مظبوط وعنده الآليات اللي يقدر يكسب منها من بطولة زي دي. فأنا اللي بحبه أنه مصر تكون ممثلة، النادي الأهلي هو أفضل نادي ينظم بطولة زي دي، ما عندناش أي شك في هذا، ولذلك أنا طلبت الكلام ده. أعتقد النادي الأهلي لازم ياخد الفكرة دي ويبتدي يشتغل عليها من النهاردة، وزي ما الدكتور عمرو قال برضو أن في بطولة العالم هيحصل عليها للأندية اللي هي بطولة العالم للأندية، فدي أعتقد لازم برضو النادي الأهلي يشتغل عليها ونبتدي نشتغل بقى زي ما احنا بنتكلم على قانون رياضة جديد، استثمار رياضي وتفعيل للاليات دي كلها. اعتقد انه يعني مثلا على سبيل المثال الصاله بتاعه النادي الاهلي لن تصلح مثلا كعدد متفرجين، على سبيل المثال انا بقول لك كده ايه يعني على السريع، لا تصلح لعدد المتفرجين لبطوله عالم. فلازم تشوف والله احنا النهارده الدوله بتبني بعض الصالات، اعتقد هتكون جاهزه في 2021 او حاجه كده، ممكن نبتدي نستغل الكلام ده. مش لازم الصاله تكون تابعه للنادي الاهلي، انا ما اعرفش هل النادي الاهلي عنده مشروعات لبناء صاله اكبر من كده، انا الحقيقه مش متابع، ولكن ده هيكون لان دي كلها ايه اللي بنسميها الاسيتس او الاستثمارات الدوله، فلازم الدوله كلها تشتغل مع النادي الاهلي، لانه لما بقول النادي الاهلي ما بقولش نادي اهلي بس، ولكن بقول مصر بتعمل ايه، بتنظم في بطوله عالم للانديه. هو عاده شمال افريقيا بيبقوا هم المنافسين للنادي الاهلي في البطولات دي، اعتقد الولاد الرجال هيكون في برضو بعض الدول الافريقيه هتكون منافسه زي الكاميرون مثلا، انما انا مطمن ان شاء الله انه النادي الاهلي هيتوج ان شاء الله هو الفائز في البطولتين.